خبر آخر، حيث قال المتحدث الرسمي باسم مكتب النائب العام طه بارة لقناة العاصمة إن محكمة جنايات بنغازي استجابت لطلبات نيابة المرج الابتدائية وقضت بالإعدام رميا بالرصاص على المتهمين الخمسة في قضية السطو على سيارة نقل أموال مصرف شمال إفريقيا بطريق المرج، مضيفا أن النيابة العامة استغرقت في التحقيق بهذه القضية 4 أيام فقط، وكان ضحيتها 4 من موظفي المصرف، وقد أعيد المبلغ المسطو عليه وهو 2 مليوني دولار أمريكي و1.5 مليون يورو إلى خزانة المصرف. مزيد من التفاصيل في تقرير فاطمة مريمي. يجب ضحوا بأنفسهم وأرواحهم فداء للوطن الذي تم الاعتداء عليهم من أجل المال. الزبطي والعجوري والعجيلي والقماطي هم موظفو مصرف شمال أفريقيا، تم إرسالهم لأداء واجبهم المهني، ولكن شاء القدر بأن يكونوا ضحية لهذا الاعتداء. ابني محمد كان موظف يشتغل في مصرف شمال أفريقيا، تعرضوا، كان يوصلوا في أمانة إلى الجهة الشرقية لمنطقة طبرق، تعرضوا لجريمة مبيتة من قبل هؤلاء المجرمين الشردمة الساقطة هذه، ولا وكنا يعني في شو بنقول لك انا، في اول المطاف تاجت فينا ان نحن بناخذ شبابنا بياخذوا ثار من العمل من مالهم وناسا، فهدينا الامور وما خليناهمش، لان نحن عندنا ثقه كبيره في جهاز القضاء وفي الحكومه الليبيه بان هي تاخذ لنا حقوقنا. باسم الشعب حكمت المحكمه حضوريا للمتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس باسم جاسم احمد وعبد السلام منصور سليمان وعصام ناصف حسن وبجاسم سليمان حمد ومحمد المبروك عياد 1 ببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث من تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي المسند إليهم وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. 2 ببراءة المتهمين الأول والثالث من تهمة التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس. 3 بإدانة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عن جريمة الحرابة التي نجم عنها قتل وبمعاقبة كل واحد منهم عنها حدا بالإعدام رمي. كثيرا قبل ان استلم هذه القضيه مصداقا وحتى تكمله لباقي كلامي اللي قلت لك قبل تحت الهواء، لاني اولا ترددت كثيرا في استلام هذه القضيه، لكن اضطريت باعتبار ان القانون كفل اي حد الدفاع، وكان وضع كنت اعتقد ان وضع موكلي افضل من باقي المتهمين، لكن نحن كما قلت نحترم القضاء والقضاء الليبي نزيه وعادل، وهذه الهيئه كما قلت فيها من الجراه الكثير وفيها من الحق اللي تصدت لهذه الدعوه وأصدرت هذا الحكم. الإعدام بتهمة الحرابة ينجم عن القتل المتعمد، هذا جزاء كل من يرتكب جريمة تمس أمن وحريات واستقرار الدولة. الحرابة والقتل العمد جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام. لقناة العاصمة كانت معكم فاطمة مريمي من بنغازي.